بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله طلابنا الأعزاء، طلاب الصف السادس، في درس جديد من دروس التلاوة سورة الأحزاب من الآية الأولى إلى الآية الثانية عشر. الجزء الأول، وأهداف درسنا لهذا اليوم أن يتلو الطالب الآيات من سورة الأحزاب من الآية الأولى إلى الآية الثانية عشر. ثانياً، أن يفسر الطالب المفردات. شاهد الفيديو بعناية. من الأمور العظيمة التي أوصانا الله تعالى بها وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على نقلها إلينا وتربية الصحابة عليها قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته. عدد بعضاً من آداب التلاوة التي يجب علينا تطبيقها. إخلاص النية لله عز وجل، السواك، الطهارة، استقبال القبلة، الاستعاذة أي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجب على هذا السؤال في كتابك صفحة 14 بين يدي سورة الأحزاب. سورة الأحزاب، لماذا سميت سورة الأحزاب بهذا الاسم؟ سميت بهذا الاسم لتناولها قصة الأحزاب غزوة الخندق. كم عدد آيات سورة الأحزاب وما نوعها، مكية أو مدنية؟ عدد آياتها 73 آية وهي مدنية. ما هي المواضيع التي تناولتها سورة الأحزاب؟ تناولت إيذاء الكافرين والمنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعونا نشرع في هدفنا الأول، أن يتلو الطالب الآيات من سورة الأحزاب من الآية الأولى إلى الآية الثانية عشر. وللنطق السليم رددوا خلفي هذه الكلمات: اللائي تظاهرون، أدعياءكم، وأولو الأرحام، ورسوله، استمعوا وأنصتوا، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم،
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما.
واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه استعن برمز الاستجابة السريعة الباركود في سماع الآيات مرة أخرى ثم اتلها بنفسك تلاوة صحيحة. الهدف الثاني أن يفسر الطالب المفردات، معاني المفردات، المنافقين معناها الذين يظهرون الإيمان ويبطنون غير ذلك. أحسنت، تظاهرون ومعنى هذه الكلمة تحرمونهن كحرمة أمهاتكم. ممتاز، أدعياءكم ومعناها من تتبنونهم من أبناء غيركم. أحسنت، أقسط معناها أعدل. ممتاز، ومواليكم أي أولياؤكم في الدين، أولى بالمؤمنين ومعناها أرأف بهم وأنفع لهم، ميثاقا غليظا، عهدا قويا. زاغت أي مالت. أحسنت، وبلغت القلوب الحناجر ومعنى هذه الآية كناية عن شدة الخوف. أحسنت وبارك الله فيك. فسر معاني المفردات التالية. أولا المنافقين، الجواب الذين يظهرون الإيمان ويبطنون غير ذلك. أحسنت، الكلمة الثانية أقسط ومعناها أعدل. بارك الله فيك. وأخيرا زاغت أي مالت. أحسنت، استعن برمز الاستجابة السريعة الباركود في سماع الآيات مرة أخرى ثم اتلها بنفسك تلاوة صحيحة. صل الكلمات المناسبة بمعناها الصحيح. أول هذه الكلمات أولى بالمؤمنين أي أرأف بهم وأنفع لهم. أحسنت، أدعياءكم ومعنى هذه الكلمة. أحسنت، من تتبنونهم من أبناء غيركم. الكلمة الثالثة تظاهرون ومعناها تحرمونهن كحرمة أمهاتكم. أحسنت، الكلمة الرابعة ميثاقا غليظا أي عهدا قويا. وآخر هذه الكلمات مواليكم أي أولياؤكم في الدين. أحسنت وبارك الله فيك. قيمة الدرس: تقوى الله عز وجل. اجتهد عزيزي الطالب في التقرب من الله عز وجل، واعلم أن حقيقة التقوى في كل ما يرضيه سبحانه وتعالى. وبهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، مع أمل اللقاء بكم في درس آخر. ولا تنسى متابعة الجزء الثاني من الدرس، ولكم جزيل الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.